تسجيلات الأوطار. هذول الحرباجية أضارب الراكز الرقم الصعب لابو الأحمد لا غسان هذول أعز الخلان لعبود أبو الفواز قطع يا غالي قطع مجوز مع الربابة هاي فرحة أنس ألف مبارك يا أبا يساري والله الحانون هو ملك الأرتيون للباسات الرقم الصعب أبو العماد يعني الدولة يعني الهيبة يعني رقم واحد بالمنير بكل الضفة ول 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 خلي 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 نسوان الدنيا تبطل وتنام ما جابن ولا يجيبن مثل صدام للبستان ورجاله ويلي 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 خلي نسوان الدنيا تبطل وتنام ما جابن ولا يجيبن مثل صدام الهباش يا حيف سبع الزيلم ينحك معدام بعد عيون صدام تموت العربان يا عبود العنيدة طبع الوفا والغيرة ما يمشي مع الأبدال طبع الوفا والغيرة ما يمشي مع الأبدال الله والخمس سيوف رجالي بني معروف الله والخمس سيوف رجالي بني معروف اللي بده العز يشوف يدخل بيت الكيلاني باشا لذريا دير الدم وحامية نخوة باشا لذريا الله والخمس سيوف ورجالي بني معروف الله والخمس سيوف ورجالي بني معروف اللي بده العز يشوف يسكن النص التحتاني ساكن فيها هوانا الله محيي شرمانا ساكن فيها هوانا قطع يا غالي قطع بجوز مع الربابة يا ابو العظبة قطع يا غالي قطع بجوز مع الربابة هذه فرحة أنس ألف مبارك يابا هاي فرحة أنس ألف مبارك يابا غسان يشفي دوائي قل لي وين الوقاية
مطلوب يا غسان ويا حبيب ربعوا كلهم مطالب يا غسان ويا حبيب ربعوا كلهم مطالب اسمع اسمع يعني عيال الراكز يعني الدولة يعني الهيبة وروح جديدك 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 إلى الذين ينتظرون سكوتك يا غسان فإن وقوفك أطول من أعمارهم أبو أحمد يعني الدولة يعني الهيبة روح اسمع 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 اللي بده التاج بده يكون معه حقه دار ابو الراكز بيوزعوا تاجات على الضفه كلها روح يعني دار ابو الراكز يعني الدوله الهيبه عاشوا رجال ابو الاسامه يا مجدي روح على الجديد روح بدي احكي بصراحة ضرب الراكز ملوك الساحة هما الاول والاساس الهم كل المساحة غسان النا هو عنا لا ابو احمد لا غسان والله زعامة لا ابو احمد لا غسان هذول زعامة هالعربان ابو الاسامة ابو اسامة يا معلم سلم عدول سلم الكتي الرقم الصعب ابو الادهم يا جاسم البستان ورجال البستان عليها اسمع لا تنفجر يا المضغوط بلش اللعبة المضبوط حي عيال الاكابر ورجالك يا ابو الياسر غسان ما في داعي لو طلبوك الوقائي يا غسان ما في داعي سلم لي على الوقائي غسان ولا يهمه غسان ولا يهمه اللي يغلط نسيح دمه لقرنا والإي يا هلا يا عبود لباس أبو الأدهم يلي ببالي
يلي ببالي هو عقباله يا ابو احمد عقباله الغالي غساني طيبين ابو الشداد لا سامح والله عالي هي يا مالي قالدها رقم واحد الجيني كلها لا سامح ودي اعلى هذا يا مال قالدها ابو اسامه رفعت راسك فلسطين الوضع بدو سيله الوضع بدو سيله والبرود الطاويله الوضع بدو سيله والبرود الطاويله ابو الوليد هذول الوضع بدو اسطنبول طيارة وانا المسؤول اها على اسطنبول الوضع بدو اسطنبول طيارة وابو احمد مسؤول اها الوضع بدو بيروت ابو احمد الصبايا تموت كلهم يكسرون الظهر ما بيهم حساب بدي تعمد البشر عضون الابهام كلهم يكسرون الظهر ما بيهم حساب بدي تعمد البشر عضون الابهام ول 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 ليش تقارن بغيري تحكي وتقول ليش تقارن بغيري تحكي وتقول أصابع ايدك خمس وكل واحد طول ليش تقارن بغيري تحكي وتقول أصابع ايدك خمس وكل واحد طول نغني هالليل جيني نقراك واحنا رجالك محمود يا ابو الشداد لجل عيون على البارود تحياتي لابو الجود لخيو حيه
رجالك يا ابو عثمان النا والله عنوان. هذا يا شيخ الشباب تحياتي لابو شهاب. نادي عشيخ الشباب تحياتي لابو شهاب. عبود ابو الفواز عاش لابو فارس المهداوي واخوانه واولاده يا ميت مرحب. والأجبر غلطة بحياتي عليت واحد واطي يا واطي. أجبر غلطة بحياتي عليت واحد واطي. أجبر غلطة بحياتي عليت واحد واطي. ول من الغالي هنا ما بزعل دق 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 لابو شداد لا ما يخلق لا بها او يا غالي نهل من الشلب احنا غنينا الشلبي ابو الشداد وهالدوله ابو الشداد وهالدوله من الكلمه المعقوله